تحقيق انت عم تشبه وشفتك عم بتشبه. في كتير لبنانيه عم يشتغلوا بالزباله، انتوا دغري حكمتوا عليه انه سوري ولازم يتعنق؟ شو دق البديه؟ شو دق البديه؟ رح نزلك على السوشيال ميديا، ما لك حق تطلب، ما لك حق تضرب. تحكي كنت عم تشبه وشفتك عم بتشبه. شفتك عم بتشبه. إذا أنا شفتك وقفت وكان عم بيقولوا لي مشي، واقفة بنص الطريق. ما لك حق تمد إيدك على حدا. إذا واحد معتر عم بيجيب كريتين ويلم هول بتجي بدك تضربه؟ كل مرة بيجوا بيعملوا هذا المنظر هون. شوهوا منظر الشارع. كل مرة بينبه عليهم ما بقى تدعوا يرجعوا. كيف كيف بدي استرزق الواحد؟ طيب اوكي بس هيك؟ يلو يضبطوا، هلا انا بجيبهم يرجعوا ينطفوا كل الحي بس مش من خبيث. عم بيعنف ولد بمعزل منوي، ما بعرف شو جنسيته، ما بعرف شو طايفته، يمكن يكون لبناني. في كتير لبنانية عم بيشتغلوا بالزباله، انتو دغري حكمتوا عليه انه سوري ولازم يتعنف، وانه انا يا اما بكون مع تعنيف النازح وضربه لحتى يفل من هون، يا اما انا بكون خاينه للوطن. ازمه الزباله يا جماعه من 2005 نزلنا وتصورنا على الزباله اللي قديش نحنا مهتمين بالنظافة. عم تحكوني عن النظافة، أنا بشوفكم كيف بتشوحوا الزبالة، ما حدا بينزل من سيارته ليحطها بالمستوعب، بتكبوها كب والزبالة رح ترجع لنا. إنه شو؟ إنه أنا إذا بدي النازح ليرجع لبلده لازم عنفه وأضربه وأقتله يعني؟ وين عقلكم؟ وين إنسانيتكم؟ أنا عم بحكي بشكل إنساني إنه يا جماعة خافوا ربكم. ربكم قالكم ضربوا وقتلوا وعنفوا ولد صغير، العنف ما بيولد إلا العنف. هيدا كل اللي كنت عم بحكي، لا بدي أعمل ترند ولا بدي ولا عن جد نوبة.